قام سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال بجولة تفقدية لعدد من الشوارع الرئيسية في مختلف محافظات مملكة البحرين، وذلك للوقوف على جاهزية مواقع تجمعات مياه الأمطار لضمان انسيابية الحركة المرورية. وتفقد سعادة الوزير خلال الزيارة الميدانية عددا من الشوارع الرئيسية، من بينها شارع الشيخ سلمان بالقرب من مدرسة كانو الدولية، وشارع الميثاق الوطني بتقاطعه مع شارع المحزورة. وأكد سعادته حرص الوزارة على ضمان انسيابية الحركة المرورية بشبكة الطرق الرئيسية والأنفاق، والتعامل الفوري لتجمعات مياه الأمطار خلال فترات هطول الأمطار من قبل الفريق المختص، مشيرا إلى توفير المضخات وتوزيع الصهاريج في مختلف المحافظات والمواقع، بالإضافة إلى العمل على إعادة تنظيف فتحات تصريف الأمطار للحفاظ على انسيابية تصريف المياه وتفريغ خزانات تجميع مياه الأمطار.